العلاج سعيد بن حمد بن مطر المنصوري والمركز الرابع. هذه الجاذبية لسلطان بن سيف بن مبارك بن غويث يحتل المركز الرابع، لكن نعود إلى الفاترة من بداية الشوط وهي متمسكة بقيادة هذا الشوط بالمركز الأول. الله يا الانتاج، الانتاج مشاهدينا الأعزاء، انتقلت الفاترة إلى المركز الأول بعدما كانت في المركز الأول، حققت الانتصار، حققت الناموس، حققت التحية والإهداء لعلي بن صالح، علي بن سليم الدرعي الدرعي من البداية حتى النهاية، يخوض إلى المركز الأول. تهانينا والناموس وقد مورنينج هالي القوع. المركز الثاني سهيل عويضة بن حمد بن يعود مع مزعد، يعود مزعد ورعد، رعد محمد بن خميس بن هندي المهيري. وصلك يا بن فرحة، وصل بن هندي، وصل بن هندي، وصل في هذه اللحظات، انتزع المركز الثاني، يبغي المركز الأول، يبغي المركز الأول، يبدل على اليسار وعلى اليمين، ولكن لا زال بن فرحة مسيطر مع مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا مزعد، مزعج ورعد، رعد ومزعج، مزعج ورعد، واللحظة الأخيرة، اللحظة الأخيرة، اللحظة المثيرة بين مزعج بين رعد، رعد ومزعج، مزعج ورعد. اذا المشاهدين الكرام، مزعج سعيد بن مطر بن فرحة بالمركز الاول، المركز الثاني رعد محمد بن خميس بن هندي. السلوم الشاهينية سالم بن مطر بن مصبحة لقتبي الله، تحديات تحديات قوية، والقادمة من حاف سالم بن عبد الله بالطير العامري، ولكن هنا هنا التحدي، هنا الإثارة، وهنا الرسمية، الرسمية لسلوم بن سالم بن حمد لينيبي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني ذات الشاهينية سالم بن مطر بن مصبح بن فرحة الاكتبي، ولكن تهانينا تهانينا وناموس السيد سلوم بن سالم بن حمد لينيبي المركز الثاني الشاهينية سالم بن مطر بن مصبح. المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، المركز الثاني هنا يأتينا صغان العتيل، يأتي مسري بن سالم بن عرطي الحميري، ووصل أيضا الشارد سيد محمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، ووصل الكايد، وصل الكايد لسالم بن عامر بن عمهي المنصوري، ولكن الشارد شرد، الشارد بالصدارة، شرد الشارد بالمقدمة. تهانينا تهانينا لمحمد بن عتيق بن سالم بن عرطي الحميري، وسلام للمرموم، سلام على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني الشاهين محمد بن رائد المفتاح، المركز الثالث الكايد سيد سالم بن عامر بن عمهي صغان. في المركز من الظبي للسالم بسعيد بن سليم الدرعي، واللحظات اللحظات الأخيرة، الانطلاق لوبرة لسعيد بن مطر بن محمد الرمي. يا سلام، صدرت الأوامر في الأمتار النهائية، في الأمتار النهائية، والظبي الظبي الظبي على صدارة هذا الشوط. سلام القوع، سلام، اسعدت صباحا مع الانطلاق الجميل اللي تقدمه الظبي. تهانينا لسالم بسعيد بن سليم الدرعي على فوز الظبي بالمركز الأول. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني وبرة سعيد بن مطر ميذي، المركز الثالث الغزير سعيد بن حمد بن مطر المنصوري، المركز الرابع لخليفة بن لسعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي مع المركز الثاني. المركز الثالث نتابع معدي سالم بن راشد بن غدير، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، هملول وشاهين، شاهين وهملول، والمعركة طاحنة، المعركة طاحنة، التسلل، التسلل، يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين يتسلل، ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. سعيد بن مطر بن فرحة الاكتبي، سلام الهي يا سلام، اسعدت صباحا. هذه لحظات الوصول، تهاني لسعيد بن مطر بن فرحة. المركز الثاني هملول لأحمد بن محمد بن كرازن مهير، المركز الثالث معدي سالم بن راشد بن غدير، المركز سجل أفضل توقيت حتى هذه اللحظات، ولكن عودة إلى البداية، عودة إلى الظبي، لا زالت تشق طريق الاندفاع وبقوة نحو التحدي، لكن المايدية واصلة، المايدية
يا سلام، المايدية وصلت تسللت مشاهدين الأعزاء برفق، ولكن من خلال هذه اللحظات تنتزع المركز الأول صاحبة سيارة في مهرجان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. هكذا هي المايدية، تهانينا مع السلالة الصغانية لمحمد بن عتيج بن العرطي الحميري. المركز الثاني راشد بن علي بن مفتاح، المركز الثالث تصل مرزوقة راشد بن هلال. على المركز الأول تلاقوا على التنافس في هذا الشوط، المركز الأول والمركز الثاني، هناك سعيد بن مطر، هناك أحمد بن مطر، في منافسة هذا الشوط، في تحدي هذا الشوط. الله يسمحه، سلام للسمحة، سلام على هذا الانتصار، على هذا التحدي وعلى هذا الناموس. ها هو أمامكم يقدم لنا مرسال في المركز الأول، ويرسل ذبذبات الفوز، ويرسل تهاني الناموس وتحيات التحديات وتحيات اللقاء المميز الجميل اللي يأتي هنا في المرموم. تهانينا لسعيد بن مطر الرميثي على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني يأتي الماهر أحمد بن مطر الرميثي، المركز الثالث محمد. ينطلق الدينامو بناموس هذا الشوط مع التحديات، مع التحديات الجميلة. نتابع المركز الثاني وأرخيره لعبيد بن راشد بن شاوي الغفري مع المركز الثاني، المركز الثالث الشاهينية لسيب خليفة بضبيب الشامسي. صدرت الأوامر، صدرت الأوامر، ميزة 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 ميزة، وخيرة قادمة، خيرة قادمة، اللحظات الأخيرة، التحدي، الصراع، يا سلام، خيرة ميزة، خيرة ميزة، خيرة خيرة، ولكن ميزة على الصدارة. تهانينا للحميد بن سالم بن حمود العمل المركز الثاني، عبيد بن رايد بن شاوي المركز الثالث، شاهين ياسين بن خليفة الضبيب. انطلق، انطلق بالصدارة صالح بن حمد القمرة النابت ايضا. من يتابع هذا الانطلاق للذيب بهذا الشعار، شعار السندباد القطري، ينطلق بمقدمة هذا الشوط. باعد، باعد المسافة، باعد المسافة، سلام يا الشحنية، سلام. اسعدت صباحا، اسعدت صباحا يا هالي الدوحة مع الاداء المتميز اللي قدمه، اللي قدمه الذيب، وبهذا الشعار، شعار صالح بن حمد القمرة، شعار السندباد القطري، يصل إلى خط النهاية. المركز الثاني ما يهمك أو ما يهاب محمد بن سيف بن سعيد المنصوري المركز. التحديات قوية، ولكن الشاهينية، الشاهينية أحمد بن عبد الله بن شطيط لوهيبي من انتزعت الصدارة، انتزعت المقدمة والمركز الأول، عالية في المركز الثاني سلطان بن ناصر بن شافي القحطاني، وهنا طرب تاتينا أو جبارة علي بن عبد الخميس لغويس، ولكن الشاهينية على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، سيد أحمد بن عبد الله بن شطيط لوهيبي. تهانينا والناموس والسلام لأهالي السلطنة، عالية في المركز الثاني من وصلت هنا للسيد سلطان بن ناصر بن شافي، المركز الثالث للسيد. النخلي تسلل على الصدارة، تسلل على المقدمة، على المركز الأول. النخلي هنا من انطلق على الصدارة لمحمد بن طارش بن مبارك بن قوبع الحميري، من انطلق على الصدارة، على المقدمة، وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط، واللحظات الأخيرة الجميلة مع النخلي. ويودي السلام لأهالي الند الحمر، لأهالي الراشدية. تهانينا، تهانينا لمحمد بن طارش بن مبارك بن قوبع الحميري على هذا الفوز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية. المركز الثاني مياس لمحمد بن عدي بن سالم بن عرض الحميري. محمد بن خلفان الهاملي على المركز الثاني، ولكن كدرية علامة الجودة والزعفران على رأسها، على رأسها، يا سلام، وهي منطلقة بالمركز الأول، بالانطلاق الأول، يدل ذلك على مشاركتها وعلى انطلاقاتها، يعني في المهرجانات حاصرة على الثلاث المراكز، يا سلام. ولكن هذه بعلامة الزعفران الكدرية عامر بن حمد بن عفصان المنصوري تنطلق بالمركز الأول
تسجل وتندفع بهذه الانطلاقات تصل الى خط نايب اعلان الفوز وناموس. المركز الثاني الشاهينية خلفان بن محمد بن خلفان الهامري، والمركز الثالث وصلت في بن الذيب السبوسي. ولكن شوف تحرك، شوف التحرك من الطاير راشد بن فايل الزرعي، يتقدم الزرعي، ينطلق الزرعي مع هذا الانطلاق مع سلالة الطاير العريقة ليقدم مشاهدي للعزاء هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع. يا سلام، أشكرك يا الزرعي، أشكرك على المركز الأول. هذا هو الطاير مشاهدي للعزاء، الطاير راشد بن فايل الزرعي يعلن الفوز، يحمل السلامات لأهالي السلطنة في هذا صباح بانطلاقاته وتحدياته. تهانينا راشد بن فايل الزرعي لحظات الوصول على المركز الأول. المركز الثاني ذي محمد بن عبيد بن محمد الحميري، والمركز الثالث وأرى وسيلة، أرى وسيلة انطلقت بالمقدمة، انطلقت بالصدارة. محمد بن خلفان بن محمد الهاملي قادمة من الغربية للمشاركة مع هذا التحدي المثير. ولكن أرى هني العابر مع المركز الثاني له هادف بن حمد بن عفصان المنصوري. اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، وسيلة والعابر، العابر ووسيلة، ولكن وسيلة هي الأقرب. تهانينا، تهانينا من الأعماق لمحمد بن خلفان بن محمد الهاملي المركز الثاني، تصل فيه العابر لهذا بن حمد بن عفصان المركز الثالث نجمة لصالح ظفيرة العامري. والتحديات أرهني أمصمم لمحمد بن سعيد بن سليم الاكتبي، ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحديات لفتنان سعيد بن حمد بن علي بن حمد بن مرخان الاكتبي. واللحظات، اللحظات الأخيرة، التسلل، التسلل الأخير، ومصمم، صمم على التحدي، صمم على الفوز محمد بن سعيد بن سليم بن سعيد الاكتبي. تهانينا، تهانينا على فوز مصمم بالمركز الأول لمحمد بن سعيد بن سليم الكتبي. المركز الثاني يصل فيه مياس محمد بن خويتم العامري، المركز الثالث فتنان سعيد بن حمد مرخان. ولكن نعود مع 400 متر الأخيرة، نعود مع تمويل ونعود مع الحذرة، الحذرة سعيد بن مطر الرميثي وتمويل عبد الواحد بالخزع العامري. شوف المشاهدين العزاء، الحذرة بدأت تنطلق وتمويل لا زالت تحاول. الحذرة وتمويل الأمتار الأخيرة، الحذرة وتمويل، الحذرة مصرة، تمويل تتحرك، تمويل والحذرة، الحذرة وتمويل. يا سلام، يا سلام، شوف التنافس، شوف هذا الشوط، تمويل الحذرة، 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 الحذرة. تهانينا سعيد بن مطر الرميثي، تمويل في المركز الثاني، عبد الواحد بالخزع العامري المركز بن عبد الله بن خليفة المسافري ومسكت قادم للسيد راشد بن علي بن خليفة الرميثي. ولكن هنا، هنا مختار على صدارة، مختار على المقدمة، على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مختار والخلاوي وزعبيل ثلاثية جميلة، ولكن الخلاوي، الخلاوي يتسلل في هذه اللحظات، الخلاوي يتسلل لعبد الله بن محمد بن حميد بن هلي الهاجري، وعاد مختار، عاد مختار لصلب المنافسة. تهانينا، تهانينا الحميد بن عامر بن حميد بن عمي المنصوري، والسلام لأهل المرموم على هذا الفوز المركز الثاني. ووصلت هنا دمعة هلال بن خميس بن عامر العمري على المركز الخامس، خماسية جميلة أنوار في المركز السادس، سالم بن راهل بن حمد بن غدير الاكتبي، وفي المركز السابع شو هنا القادمة بهذه اللحظات ليوة سالم بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري. ولكن نبقى هنا، نبقى مع دموع، دموع على صدارة، على المقدمة، على المركز الأول واللحظات الأخيرة. تهانينا لمنصور بن خليفة بن سالمين الحميري على فوز دموع بالمركز الأول. المركز الثاني هنا تأتينا شواهين سعيد بن راهد بن صالح بن عري
حذاري القبيسي لان الهاجمين الله المهاجمين كل مهاجم يبغي يسجل له نقطه. وواصل بن زاهر سعيد بن خليفه بن زاهر الخيالي واصل يحتل المركز الثاني مع حضور، ولكن شعله سالم بن عامر بن عمهي المنصوري تشتعل شعله تشتعل شعله وسط ظبي مسيطره الظبي مسيطره شعله حضور الظبي الظبي وحضور وشعله، ولكن خلاص الظبي 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 دانينا والناموس لهذا لمالك هذا الشعار مطر بن عتيج القبيسي على فوز الظبي بالمركز الاول. تانينا والناموس المركز الثاني حضور سعيد بن خليفه بن زاهر الخيالي المركز الثالث.